السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة شايف معانا موقع تعدين على عملة الروبل. الموقع دي له 6 أيام شغال، ودي إحصائية الموقع يا شباب، عدد المستخدمين لاستثمارات المدفوعات زي ما انتم شايفين. وهنا دي الخطط الموجودة في الموقع. الخطة الأولانية بتبدأ ب10 روبل لحد 500 روبل، بتدينا 1%. الخطة التانية لمدة بتدينا 10%. الخطة الأولانية بتدينا 10%. الخطة التانية 12%، بتبدأ من 501 لألف. والخطة التالتة 14%، بتبدأ من 1001 لـ3000. والخطة الرابعة من 3001 لحد 5000. ومعانا آخر خطة بتبدأ من 10000، بتدينا 20% يا شباب. الربح تقدر تسحب من 1 روبل. ده شكل الموقع. وهنا بيقول لك الإحالات 10%، وبيدعم محفظة البير. وهنا في شات تقدر تتكلم معاهم لو انت حبيت انك انت تستفسر عن اي حاجة. تيجي من هنا نحط عنوان محفظة البير، وبننقل الرقمين دولت 9 8، وبنعمل تسجيل دخول. انا كنت اودعت 10 روبل يا شباب، وقلت اعمل اثبات سحب على طول الموقع عشان نشوف اذا كان الموقع صادق ولا لا قبل ما حد يودع في حاجة او يشتغل عليه. تمام يا شباب، انا ليا في رصيدي 2 روبل و7 سنت زي ما انتوا شايفين، ودي ارباحي. هنا الرصيد بتاعي، هو بيديك 1 روبل هدية عند التسجيل، وانا اودعت 10 يبقى 11 زي ما انتوا شايفين اهو. وهنا الارباح بتاعتي هتبقى بالساعة وال24 ساعة، 1 روبل و1 سنت، وفي مدة 5 ايام هتبقى 5 روبل و50 سنت. وهنا لمدة 10 ايام، وهنا مدة 20، وهنا مدة 30 يا شباب. تمام، ده كده الارباح مش الاستثمارات. الشباب كده الاستثمارات عندها تبقى لمدة 11 روبل. ده 10 روبل اللي انا استثمرتهم ضربت المحفظة، وده التاريخ. تمام، بنيجي من هنا نعمل ايداع. لو احنا حابين نعمل ايداع بنيجي من هنا بنختار اي محفظة. عندنا بيرفكت ماني وباير وكيوي وفي كذا وفيزا وكذا محفظة ما انتوا شايفين. بتختار المحفظة بالشكل ده كده. هو حاليا شغال على البير، طبعا بنعلم على البير. بنحط هنا المبلغ، اي مبلغ بنحطه. مثلا هنا لو حطينا 100 بيقول لك ارباحك هتبقى قد ايه في اليوم. هتبقى 10 روبل، او في الساعة 10%، في اليوم 10 روبل، في 15 يوم 150، في الشهر هيبقى 300 روبل. تمام يا شباب، بتيجي هنا تقوم جاي عامل كده، بيدخلك على المحفظة وتقدر تعمل ايداع. وبعد كده يا شباب هنيجي للسحب من هنا زي ما انتوا شايفين. رصيد 2 روبل و7 سنت، وهنعمل اثبات سحب دلوقتي. هنخش على محفظة البير يا شباب. اخر حاجة لينا هنا 26 سنت. هنيجي ونخش نعمل طلب سحب بالشكل ده كده اهو. كده السحب تم 2 روبل و7 سنت زي ما انتوا شايفين. هنخش على البير ونعمل ريفرش اهو يا شباب. السحب وصل 2 روبل و7 سنت زي ما انتوا شايفين. وبكده الموقع صادق. هنرجع تاني للموقع ونكمل بقية شرحنا. من هنا هتعرف من هنا رابط الإحالة بتاعك والإحالات والمكتسبات من الإحالات. طبعا قلنا بيدي 10 20% مش 10% شباب زي ما انتوا شايفين. وبعد كده عندنا هنا العمليات بتاعتنا في الموقع اللي هي السحوبات بتاعتنا اللي هي في الخانة دي. وبكده يا شباب يكون انتهينا من الشرح. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.